نحرص دائماً على إظهار شعرنا بأجمل مظهر. يعد جمال الشعر وحيويته علامة لافتة لصاحبه، سواء كان رجل أو امرأة. الوصول لشعر صحي وجذاب ليس بالأمر السهل، فالشعر الصحي يحتاج إلى عناية دائمة وتغذية صحية وعادات يومية سليمة ليبقى قوي وصحي وبعيد عن مشاكل التساقط والتقصف. دعونا نتعرف ما الطعام الذي يؤثر على صحة وحيوية شعرنا. نعلم أن الشعر تتألف معظمها من البروتين. اتباع نظام غذائي يحتوي على مستويات كافية من البروتين يعتبر أمر ضروري للحفاظ على شعر صحي وقوي. نقص البروتين يؤدي إلى شعر رقيق وهش وتساقط بالشعر. الأطعمة مفيدة لصحة الشعر وعالية بالبروتين تشمل الأسماك كالسلمون والسردين والتونة. سمك السلمون عالي بالبروتين والدهون الصحية الأوميجا 3 التي تزيد قوة الشعر ولمعانه وتمنع التكسر والتقصف. تناول مرتين من الأسماك أسبوعياً. المكسرات هي واحدة من أفضل الأطعمة لصحة الشعر. هي مصدر غني للزنك وأوميجا 3 والبروتين، والتي يمكن أن تساعد على تحسين المظهر العام للشعر خصوصاً اللوز والجوز. البيض أفضل مصادر البروتين. يحتوي البيض أيضاً على فيتامينات با والبيوتين الذي يقوم بتقوية خصلات الشعر الضعيفة والمتقصفة. الفاصوليا والعدس عالية بالبروتين والزنك وفيتامين با اللازم لنمو الشعر. الدجاج غني بالبروتين والزنك والحديد وفيتامين با، وهذه المواد تعزز من نمو الشعر، فإن نقص الزنك يقلل من سماكة شعرك ويؤدي إلى تساقطه. اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن يساعد على الحفاظ على فروة رأس صحية ومنع بصيلات الشعر من التساقط. ومن الخضروات الورقية الخضراء السبانخ والبروكلي واللفت والسلق، فهي مصادر جيدة من الحديد، بيتا كاروتين، حمض الفوليك وفيتامين سي التي تساعد على الحفاظ على بصيلات الشعر. فيتامين سي هو مفيد بشكل خاص، فهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس ودعم الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي البصيلات. نقص فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى تكسر الشعر. ومن المصادر الغنية بفيتامين سي الحمضيات: البرتقال، الليمون الحامض والليمون والجريب فروت، الفلفل، البروكلي، البطاطا الحلوة والكيوي. احتياج فيتامين سي 40-80 ميلي جرام يومياً. إذا كنت مدخن أو تحت ضغط وتوتر مستمر، عليك أن تضاعف الكمية. أخذ أكثر من 1000 ميلي جرام من فيتامين سي يومياً يؤدي إلى آلام في المعدة وانتفاخ بالبطن وإسهال. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.